السلام عليكم يا اساطير المسطرين، ورجعنا في فيديو جديد. فيديو اليوم شرح الحدث النزل معنا اليوم والفتح اليوم. بدون ما نطول عليكم في المقدمه، حط اللايك الجميل واشترك في القناه حتى يوصلك كل شيء من فيديوهاتنا القادمه متاع الشرح الاحداث. لا تنسوا تذكر الله في التعليقات وصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا نبدا ليست جو بالشرح. اول حاجه تدخل لرقم 7. اول ما تدخل تخرج لك الوجهه دي، تجد مكتوب دخول، اضغط عليها وتخرج لك الوجهه الثانيه. هنا يا عزيز المشاهد يمكنك الحصول على كثير من الجوائز النادره جدا، مثل متاع الموسيقى والمنطاد الوان رقم 7، موسيقى اخرى ايضا، ومسك في الوجه كان عين تضوي بالاخضر. اخر شيء يمكنك الحصول على سكن الاسطوري النادر جدا، هذا سكن الاسطوري يا اساطير. وللحصول على كل هذه الجوائز يجب عليك انهاء المهمات اليوميه حتى تحصل على التوكن، والتوكن يمكنك تبديل باي سكن من السكنات النادره جدا. كما تشوف اول حاجه معانا لازمك تلعب 3 بارتيات، لازمك تلعب بارتي، لازمك تلعب 5 بارتيات، لازمك تقتل 2 اعداء، لازمك تقتل 4، لازم تقتل 6، واخر شيء لازم تحصل على البوية اسطوره في كلاسيك واد مصنف او رانكد مصنف. عندما تنهي كل المهمات يمكنك التبديل بها بجوائز نادره جدا، وللحصول عليها كل تحصل عليها الكل يوصل. كما تشوف انا شازل دخولي تحصل على التوكن، التوكن هذا تحسب بواحد وانت تبدا تجمل فيه 8 حتى تحصل. بعدين ننتقل للحدث الثاني. في نفس الحدث من ارض الحرف يمكنك فتح روم فيها الطائره ذيك الشرعيه. ننتقل للحدث الثالث وهو حدث الثاني، يمكنك الحصول على الثلج 7، الحصول على البانر والافاتار يمكنك الحصول عليهم فقط انك تلعب انت وسكوادك المخصصين وتعمل انشاء وهكذا تدخل مع السكواد. اما الحدث الرابع مهمات خاصه، هنا يمكنك الحصول على كثير من التوكن حتى تحصل على الجوائز الندرة جدا. فقط عليك انك تنهي المهمات بكل سهولة. نقل البيك والثانية، التفاعل مع اصدقائك، اقتل عدو، الدماج لازمك 1000، اقتل واحد من اعدائك في البيك المصغرة، لازم كل شيء تعمله في البيك المصغرة دي، وتعمل 1000 دماج في البيك المصغرة، وتدخل البيك المصغرة كلش في البيك مصغر. بعد انهاء المهمات يمكنك الجمع كثير من التوكن وتغييرهم من الجوائز التالية. اخر شيء معانا هي المكافأة تسجيل دخول. وهنا اول ما تدخل في اليوم المكتوب غديك يمكنك الحصول على متاع كيب ماجيك، قطعة كيب ماجيك حتى تجمله وتحولها كيب ماجيك كبيرة. تمام يا اساطير، وصلنا نهاية الفيديو. لا تقصروا معنا باللايك والاشتراك وبارتاج هذا الفيديو لاعز الاصدقاء. قد نقول لكم هذه قناة الوحيدة في واحد يسرق الفيديوهات ينزلها عنده، وعامل مسابقة على حساب في الانستغرام. اول ما نوصل 10K الناس كل جينا الانستغرام. قد نوصل هذه القناة ل 10K يا اساطير. قناتي على التيك توك فيها 3 فيديوهات فقط يا اساطير منزل، وعامل مسابقة اخرى على 2 حسابات وعلى جواهر شحن على الاي دي.